أسعد الله أوقاتكم متابعين الكرام أسأل الله أن تكونوا بخير أنتم وأحبابكم ومن حولكم طبعا اليوم توقعاتنا ليوم الجمعة 17 أربعة القمر موجود ما زال في الدلو طبعا في خلو مسار راح يكون تقريبا في آخر الحلقة يعني راح نحكي عنه إن شاء الله في من خلال شرح عن الزوايا الفلكية طبعا القمر راح يكون في منزله المقدم هاي المنزله ممتازه للخير والثبات والسلامة والمحبه وبما انه راح يكون موجود اغلب الوقت في الدلو فبنشعر الان بحاجه ماسه للتغيير الروتين هو عدونا في هاي الوضعيه بنكون ودودين اكثر وبنشعر يعني بننشط اجتماعيا وبنرغب في الانضمام لنادي او مجموعه من الرفاق و وتجربة أسلوب جديد في حياتنا بيتصرف الناس من حولنا عادي بشكل منطقي أكثر من أنه عاطفي بوسعنا تعزيز صداقة جديدة وإدخال تغيير على مظهرنا الشخصي كقصة شعر مثلا أو شراء جهاز ستيريو أو تلفزيون أو تجربة طعام جديد طبعا الزاوية الوحيدة اللي راح تكون خلال هذا النهار هي زاوية واحدة زاوية تسديس إيجابية راح تكون بين القمر والشمس وهي راح تكون الساعة اثنتين وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر تقريبا منولي مزيد من الاهتمام لصحتنا ومنتلقى المساندة والدعم من الأصدقاء نتيجة لتغلب العقل نتجه لتغليب العقل ومنصبح أكثر قدرة على السيطرة على مشاعرنا طبعا بعد الزاوية هاي مباشرة بصير خلو المسار الساعة اثنتين وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر طبعا بالنسبة للأردن بنزيد ثلاث ساعات يعني الساعة خمسة وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر فعشان هيك أنا حكيت في آخر النهار يعني تقريبا قبل حلقة يوم الغد يعني قبل حلقة يوم الجمعة اللي منبث فيها لتوقعات يوم السبت فعشان هيك إحنا خلو المسار هذا ببدأ الساعة ثنتين وثلاثة وثلاثين دقيقة بعد العصر يعني قبل الحلقة وراح يستمر لغايه الساعه 6 و29 دقيقه مساء برضو اللي هي بعد الحلقه فعشان هيك بكره راح يكون تركيزنا على خلو المسار وعلى احداث انتقال القمر للحوت فعشان هيك اليوم الحوت برضو راح يكون بالتوقعات مش بال بالحيويه رح يظل متاثر انه القمر ما زال موجود في خلو المسار عنده لغاية بكرة المساء بيكون انتقل لعنده وبتبلش معنوياته ترتفع وبشعر بنشاط وبحيوية وبتتحسن أوضاعه طبعا القمر موجود حكينا في برج الحوت خلو المسار القادم راح يكون يوم 19 أربعة عشان ينتقل للحمل راح يكون في تمام الساعة 11 و 30 دقيقة مساء يعني بمعنى آخر إنه إحنا في توقعاتنا راح يكون يوم عشرين أربعة اللي هي توقعات يوم عشرين أربعة راح نحكي عن خلو المسار هذا فهو على الجداول مكتوب انه يوم تسعة عشر أربعة الساعة أحد وثلاثين دقيقة مساء يعني قبل منتصف الليل وراح يستمر لغاية الساعة سبعة صباحا فعشان هيك احنا ما بنحكي عنه يوم تسعة عشر الشهر احنا بنحكي عنه يوم عشرين الشهر لانه بتوافق في توقعات يوم عشرين الشهر أما بالنسبة لعمر القمر القمر انحسار الهلال الآن بلش يتجه باتجاه الهلال أنهى شكل المربع صار ينزل ينحصر عشان يتجه لزاوية الهلال راح يكون في تمام الساعة 12 منتصف الليل عمر القمر 23 يوم نسبة الإضاءة راح تكون 30% أما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى 19 أربعة المزاج منتحس القمر في الدلو حتى 17/4 المزاج سعيد عطارد في الحمل حتى يوم 27/4 المزاج سعيد الزهره في الجوزاء حتى 13/5 بعدين بيبدا عمليه التراجع مزاجه سعيد المريخ في الدلو حتى 13/5 مزاجه منتحس المشتري في الجدي حتى 14/5 وبعدين بيبدا عمليه التراجع مزاجه منتحس زحل في الدلو حتى 11 5 بعدين ببدا عمليه التراجع مزاجه منتحس اورانوس في الثور حتى 15 8 بعدين ببدا عمليه التراجع مزاجه سعيد نبتون في الحوت حتى 23 6 وبعدين ببدا عمليه التراجع مزاجه سعيد بلوتو في الجدي حتى 25 4 وبعدين ببدا عمليه التراجع مزاجه ممتزج وصلنا للتوقعات اليوميه برج الحمل طبعا اليوم بظل غالب عليكم اللي هو النشاط الاجتماعي ممكن تلتقوا بعض الأصدقاء منكم ممكن يتلقى دعوة لحضور مناسبة أو جمعة أو فرحة أو أشياء من هذا القبيل أهم شيء أنه بالفترة هاي دائما الواحد بيتجه لطلب المساعدة وما بتردد بتقديم المساعدة بدوره في نوع من أنواع التحالف مع الزملاء والأصدقاء والجيران أهم شيء أنك ما تضل وحيد يعني حاول أنك لو بتعزم أهل بيتك جيرانك اللي في مثلا اللي في نظام البنايات بتروح بتشرب كاسة شاي عن جارك أو جارك بيجيك أو شغلات من هذا الموضوع يعني نوع من أنواع التواصل أو حتى من خلال الاتصال عبر وسائل التواصل الاجتماعي ممكن تتواصل مع اشخاص انت بتعرفهم او اصدقاء او اشياء من هذا القبيل اهم اشي انه انت تستغل الفرصه تدعيم علاقاتك الاجتماعيه اما بالنسبه للبيت الاول فاليوم يعني ما بدنا نقول انه شخصيتك بلشت تروح باتجاه اه الارهاق التعب الملل الحدية بالطباع ، عدم الرغبة بالحديث ، شوي في نوع من أنواع التكاسل ، متقلب المزاج كثير لأنه القمر الآن صار يتجه باتجاه بيت متاعبك اللي هو للحوت ، فعشان هيك بتبلش تشعر بهاي الأعراض ، أما بالنسبة للبيت الثاني فالبيت الثاني شوي الأمور فيه يعني في أفكار أو بعض الأشياء اللي إلها علاقة بالأموال ولكن ما راح تروح تكون بالقوة اللي أنت بتتوقعها ممكن بعضكم يحصل على بعض الأموال وخصوصا الأشخاص اللي على رأس عملهم ممكن يحصلوا بعض الأموال من عمل إضافي أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه اليوم يعني شوي في نوع من أنواع الحدية والعصبية في طباعك فممكن اليوم أنك تحتد وتعصب على أتفه الأسباب حاول أنك تتمالك حالك ما في داعي للاندفاع او للتهور خلال هذا اليوم اما بالنسبه للبيت الرابع فانا شايف البيت الرابع يعني شيئا ما الامور فيه على نوع من الانواع الاستقرار او التفاهم او التاقلم مع افراد العائله ولكن ما بيخلى الامر من بعض الحديه او من بعض سوء التفاهم اللي ممكن يكون في البيت منكم ممكن يتحسس من موقف معين او يعصب من موقف معين في بعض الاشخاص ممكن يكون في عندهم بعض الاعطال او بعض المهام المنزليه او الاشغال او الاعمال المنزليه خلال هذا النهار اما بالنسبه للبيت الخامس فالبيت الخامس شوي بدك تدير بالك اليوم اثناء التعامل مع الحبيب فما في داعي لا للحديه ولا للعصبيه ولا للتوتر ولا للاندفاع ولا لكل هاي الامور حاول انك تمسك اعصابك شوي حاول انك انت تهدي من حالك مش على اي اتفه الاسباب انت تواجهها بالعصبيه والاندفاع او يعني كلام ما يكون لازم انه يطلع منك. في منكم ممكن يهتم اليوم بصحه او شان بتعلق باحد الاحبه. اما بالنسبه لبيتك السادس فبيتك السادس يعني شوي بعطيك ايجابيه انه اليوم عندك قدره إما للتعامل مع بعض الأوراق أو الملفات اللي لها علاقة بأعمال فواتير ديون حسابات أشياء من هذا القبيل أو إنجاز بعض الأعمال المنزلية في منكم ممكن يشعر ببعض التعب الصحي أو بعض الإرهاق الصحي أو ممكن اللي بيعانوا من أمراض مزمنة يعاني من بعض الأشياء اللي إلها علاقة بمرضه أما بالنسبة للبيت السابع يعني البيت السابع أه شيئا ما روتيني ما في شيء لا إيجابي ولا سلبي حاول قدر الإمكان أنك أنت يعني تتعامل بلطف ولين هو ما راح يكون في سلبية ولكن برضو بحاجة للتذكير والتنبيه أنه مزاجك عصبي فحاول أنك أنت تمسك حالك أما بالنسبة للبيت الثامن فهو الاجتهاد إما البحث عن أوراق أو عن أشياء تكون فاقدها أو بتتذكر أشياء لها علاقه بميراث بشهادات ميلاد باوراق مهمه اشياء من هذا القبيل ممكن انت يعني تحاول انك توصل لها او بيكون في حديث عن ضمن تاريخ او ماضي عن شخصيات او ممكن تتذكر جدودك عشائر اشخاص انفقدوا راحوا من الحياه مثلا يعني بتكون أغلب الوقت هاي الأشياء والأفكار ممكن إنها تكون هي اللي في مزاجك أما بالنسبة للبيت التاسع يعني ما بدنا نقول سلبي ولكن برضه ما بدنا نقول إيجابي بدنا نحطه على مكان الروتيني فعشان هيك اليوم يعني ممكن إنك أنت تهتم ببعض المسائل اللي إلها علاقة بالسفر أو بأشخاص خارج البلاد أو مراسلتهم أو التواصل معهم ممكن يكون في إيجابيات كثيرة ممكن يصلك خبر جيد في منكم راح يهتم بأشياء إلها علاقة بالسياسي أو بالقضاء أو بالأمور اللي إلها علاقة بالدين بالغيبيات أشياء من هذا القبيل أهم شيء اللي عنده امتحان أو دراسة بده يركز بشكل جيد أما بالنسبة للبيت العاشر فشايف أنا انه اليوم يعني عندك قدرة على انك تحافظ على سمعتك وبرضه في نفس اللحظة اذا في اعمال ممكن تتعاون مع صديق او زميل وتحاول انك انت تنجز هاي الاعمال بشكل كامل اما بالنسبة لبيتك 11 فهو فارغ تماما ما في اي تأثيرات لا ايجابية ولا سلبية اما بالنسبة لبيتك 12 فبدك تبلش تدير بالك هسه لانه القمر بده يدخل على بيت متاعبك فهذا شوي بيشكل لك بعض الأزمات أو بعض الإرهاقات أو بعض التوعكات الصحية فبدك تراقب غذائك أدويتك صحتك وفي نفس اللحظة حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة وابتعد عن الحدية في المزاج برج الثور طبعا بيتركز اهتمامكم حول المحافظة على مصالحكم في مجال العمل يوم مناسب لمن يبحث عن عمل طبعا ما في حدا بيبحث عن عمل ولكن لازم اني احكي هاي العبارة انه دائما القمر لما بكون موجود في بيتك العاشر بكون الفترة هاي مناسبة للي حابب انه يبحث عن عمل بس في اشخاص ممكن يستغلوها لتقديم سي في او ارسال وثائق او طلب اشياء لها علاقة بالعمل أو إذا في مجال في الدولة اللي إنت فيها إنك إنت تقدم عمل أو تشتغل في شيء جديد. أهم شيء إنه اليوم حاول إنك تقدم أفضل ما لديك لعلك تحقق إنجاز أو تحرز تقدم. في ممكن يكون في نوع من أنواع المفاجأة خلال هذا النهار ممكن تظهر بعض المتاعب العائلية أو الشخصية. المطلوب منك إنك تكون على قدر المسؤولية. يعني الفترة هاي بيكون فيها نوع من أنواع الصعوبة وخصوصا إنه وجود القمر في مكان بيت السمعة وفي نفس اللحظة إنه الشمس موجودة في بيت المتاعب. فهذا الأمر شوي بيعمل نوع من أنواع التأزيم لأنه الدلو بالنسبة للثور هو زاوية تربيع. فهو بيأذي في المنطقة هاي وبرضه بيأذي وجود الشمس في بيت المتاعب. فعشان هيك تعتبر هاي فترة بتكون صعبة، اما عند انتقاله للحوت بخف بتخف الازمه عليك او الضغط اللي موجود عليك. اما بالنسبه للبيت الاول فانا شايف انه البيت الاول اجمالا يعني بكون في نوع من انواع التقلب المستمر في مزاجك خلال هذا النهار، ممكن تشعر بتقلب واضح يعني مره مبسوط، مره مرتاح، مره متضايق، مره زعلان، يعني من هذا الجو. فعشان هيك بدك تحاول تشحن حالك بطاقة إيجابية خلال هذا النهار وما تخلي الاكتئاب أنه يسيطر عليك أما بالنسبة للبيت الثاني فأنا شايفه أنه بحمل بعض الفرص لبعض الأشخاص ماليا ممكن أنه يعزز فرص مالية من عمل إضافي أو نوع من أنواع المساعدات أو الدعم أو نوع من أنواع القروض أو أشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الثالث فاليوم برضو بدك تدير بالك يعني الجو شوي في نوع من أنواع العصبية والحدية ولكن ممكن العصبية والحدية هاي ما تكون منك ممكن أشخاص ببالك هم اللي بيضغطوا عليك فبوصلوك لها النتيجة هاي حاول أنت ما تتجارة معهم وما توصل لمرحلة أنك أنت تحتد وتعصب بالعكس حاول أنك تأخذها بطريقة بصدر رحب اليوم عندك سرعة بديهة عالية جداً ممكن انك انت تتواصل مع الجميع وتقنع اي شخص بوجهة نظرك اللي عنده دراسة او امتحانات اليوم برضو بكون جيد اما على مستوى البيت يعني الامور تقريبا بدنا نحكي احنا شبه جيدة او مسيطر عليها فعشان هيك اليوم اي عمل منزلي او اي امور منزلية ممكن اليوم تنجزها انت بحيوية عالية كامر روتيني ممكن وممكن أنه يكون الأمر بداعي أنك أنت مش حابب تراكم الأعمال عليك فبتكون نشيط في هذا المكان وممكن يكون في جمعة عائلية أو لقاء ممكن حتى لو على غداء أو على جمعة أو شغلة مثل هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الخامس البيت الخامس شوي بدك تحاول تمسك حالك أنت من بعض التصرفات اللي ممكن يكون فيها نوع من أنواع الحدية أثناء التعامل مع الأحباء أو مع الحبيب تحديدا فعشان هيك حاول أنك أنت تجارة بالموضوع بشكل مرن جدا وما تحتد ممكن الحبيب نفسه يتصرف تصرف يكون مزعج بالنسبة لك أو فرض السلطة ممكن هذا برضو أمر صعب بالنسبة لك أما بالنسبة للبيت السادس فهو جيد يعني ممكن اليوم تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك الوضع الصحي اجمالا بدنا نحكي انه اللي عندهم امراض مزمنه ممكن يحسوا ببعض التوعكات ولكن الوضع امن تماما ممكن بعض التوهم او الوسواس في بعض الامور اهم شيء انه اللي بشعر باي اعراض غير اعتياديه يعني يحاول يراجع طبيبه اما بالنسبه للبيت السابع يعني البيت السابع بيعمل نوع من انواع الحديه بالتعامل مع أه مع الاشخاص وخاصة اللي هم الاشخاص اللي شوي بدنا نحكي عنهم هدول اللي اللي بكون في مشاكل بينهم وبين ازواجهم يعني ان كان التور مع زوجه او الذكر مع انتم فاهمين علي يعني اللي مع الازواج هاي المشاكل اللي بتنحمل مع الازواج والحدية مع الازواج إما بالطباع أو ردات الفعل أو فرض السلطة أو الأوامر أو التحسس أو أشياء من هذا القبيل حاول أنك أنت برضو ما تتجارة مع هاي الأمور أما بالنسبة للبيت الثامن يعني البيت الثامن إجمالا برضو بوجهك باتجاه المال فعشان هيك اليوم في فرص أنت لطلب مساعدة أو دعم أو نوع من أنواع أشياء مستقبلية ممكن نوع من أنواع الطلبات لأشياء معينة ممكن إنجاز بعض الأوراق أو مطالبات أو ممكن الاهتمام بالديون أو فوترة أو شغلات من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت التاسع يعني البيت التاسع شوي بيكون في نوع من أنواع البعد اليوم عن التواصل أو الاتصالات الخارجية إلا مع أشخاص محددين ممكن اليوم تهتم بأوراق قانونية أو معاملات قانونية أو ممكن إنه يكون في عندك اهتمام بأشياء لها علاقة بالفلسفة أو بالدين بالسياسة بالغيبيات بأشياء من هذا القبيل وفي منكم ممكن يهتم بعملية التعليم تعلم لغة أو الاهتمام بلغة جديدة أو ثقافة جديدة أو حضارة جديدة أما بالنسبة للبيت العاشر فكما ذكرنا في بداية التوقعات بيت السمعة أما بالنسبة لبيتك 11 فهو تقريبا بدنا نحكي يعني شوي ممكن يعمل لك هيك هو روتيني ولكن تواصل مع أشخاص معينين بكون على قدر محدود جدا خلال هذا النهار ممكن بس للاستفسار لا عن شيء معين أو تواصل بس لأجل التواصل أو ممكن لطلب مساعدة أو هو يطلب منك مساعدة أما بالنسبة لبيت المتاعب ما زالت الأمور يعني ضاغطة بسبب وجود الشمس في بيت المتاعب ولكن انه برضو الامور شوي مسيطر عليها الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنة هم اكثر ناس بدهم ينتبهوا خلال هذا النهار وبرضو بدنا ننبه من اشياء لها علاقة باسفل الظهر الم الامعاء او القولون او المسالك البولية ضيقة النفس او التسارع احنا بنسميها يعني هدول أكثر الأشياء اللي ممكن يتعرضوا لها خلال هذا النهار مواليد برج الثور وممكن تيجي شغلة زي ضيقة النفس أو آلام بالصدر برج الجوزاء طبعا القمر في البيت التاسع تنشطوا في مجالات لها علاقة بأوراق السفر أو اتصالات بعيدة او للتواصل مع اشخاص خارج البلاد ممكن اشياء لها علاقه بدراسه او لغه جديده او اشياء او اهتمامات بامور فلسفيه او امور من هذا القبيل وممكن تشارك في حمله او ورشه او ورشه عمل وبتشتد رغبتك بالتقرب من احبائك وتعزيز العلاقه معهم ممكن تلتقي بوجوه واراء وثقافات مختلفه اجواء لطيفه بتحيط بحياتك وهذا شيء جميل عزز العلاقات الاجتماعية والعائلية الفترة مثمرة على جميع الأصعدة بالنسبة للبيت الأول أنا شايف أن الأمور جيدة خلال هذا النهار يعني نفسيتك أحسن مشحون بطاقة كبيرة عندك قدرة على التواصل ويعني وأنك تثبت نفسك ورأيك فعشان هيك اليوم راح يكون من الأيام الجيدة جدا اللي بتدعمك بقوة وممكن يكون خلال هذا اليوم أشياء كثيرة أنت ما كنت تتوقعها ممكن تنجزها بطريقة ملفتة للأنظار أما بالنسبة للبيت الثاني شوي الأمور المالية اليوم فيها نوع من أنواع الصعوبة أو أنه بيكون في كثرة التزامات عليك فعشان هيك الأمور المالية بدك ترتب أشياء لها علاقة بالدفعات المشتريات حاول ما تشتري أشياء نحكي مش ضرورية يعني حاول انك انت ترتب ميزانيتك بشكل جيد اما بالنسبة للبيت الثالث فانا شايف انه البيت الثالث قوي اليوم عندك قدرة على الاقناع عالية جدا سرعة بديهة عالية جدا قدرة على التواصل مع المجتمع ممتازة فعشان هيك اليوم تنجز اشياء كثيرة لها علاقة بالاتصالات او التواصل يعني امره ممتاز جدا أما بالنسبة للبيت الرابع فشوي ممكن بعض الظروف العائلية أو البيتية تكون حادة عندك شوي سوء خلاف سوء تفاهم شغلة لها علاقة بتوتر إساءة بعض أفراد العائلة أعطال منزلية مثلا وبكون عبء كثير عليك في إنجاز بعض الأعمال كل هاي الأمور ممكن إنها تكون خلال هذا النهار فعشان هيك حاول انك انت تتجنب الانفعال والعصبيه وأدي الامر على انه امر روتيني. اما بالنسبه للبيت الخامس فهو بدعمك بالاتجاه العاطفي فاليوم ممكن يكون في نوع من انواع الاتصالات العاطفيه او اللقاء العاطفي او التواصل مع افراد او احباب او ممكن مساعده او اشياء من هذا القبيل او تهتم انت بشان احد الاحبه. اما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف البيت السادس اجمالا شوي يعني انت في عندك نوع من انواع التراخي او التكاسل عن بعض الاعمال فعشان هيك عندك قدرة على فرز الاعمال المهم هو اللي انت بتنجزه المش مهم عادي جدا ممكن انك تأجله خلال هذا النهار لانه انت ما عندك رغبة اساسا انك انت تنجز كثير من الاعمال. أهم شيء أنه اللي عنده أمراض مزمنة ينتبهوا لصحتهم خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة فعشان هيك اليوم ممكن يصير فيه نوع من أنواع التواصل أو الحرية في التعبير عن الرأي ما بينك وبين الشريك أو التفاهم على مسألة معينة أو المعاونة على إنجاز شيء معين أما بالنسبة للبيت الثامن فهو آه شوي ضغط المالي برضو على مستوى الأمور اللي هي الديون والقروض والالتزامات الخارجية آه ممكن أنت طالب دين من أشخاص اليوم يرد عليك بالرفض آه ممكن أنه آه أنت يكون عندك آه يعني رغبة بأنك تطلب سلفي بقول لك اليوم هذا مش مناسب انتظر شوي لينتقل القمر بعدها بتصير الأمور لصالحك أكثر حاول انه انت شوي ما تدخل في هذا المجال خلال هذا اليوم عشان ما تبوء مساعيك بالفشل اما بالنسبة للبيت التاسع فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت العاشر يعني امور روتينية ما فيها الضغط الكبير الموجود ولكن برضو بنقول لك انه حاول انك انت ما تشوه سمعتك باي تصرف مهما كان على اساس انه ما تثير علامات استفهام وبرضه ما تصير لك مشاكل خلال ها هذا النهار أما بالنسبة للبيت 11 فأنا شايف الأمور على مستوى البيت 11 أو بيت الأصدقاء يعني هو روتيني شوي ولكن أنه في بعض الاتصالات المهمة راح تجريها مع بعض الأشخاص أو بعض المعارف أو بعض العلاقات إما للاستفسار أو للتسويق أو ممكن حتى للمساعدة بشأن معين يعني ممكن الابواب الاصدقاء يكون لانه مفتوح فممكن انت على حسب وضعك تستغله بالاتجاه الايجابي اما بالنسبه لبيت المتاعب فيعني شوي بيت المتاعب بدك تدير بالك يعني الوضع بكون برضو بيحمل نوع من انواع الحساسيه في هيك ايام فعشان هيك حاول انك انت ما تخالف القوانين وحاول تنتبه لصحتك حاول ما ترهق حالك ومن نفس اللحظة حاول أنك تأخذ قسط من الراحة من وقت لآخر وبرضو نظامك الغذائي مهم جداً بهاي الفترة برج السرطان طبعاً برضو هذا اليوم مش بالشكل اللي أنت بتحبه أو اللي بترغبه بتتركز كل اهتماماتك كل اليوم برضو على الأموال المشتركة من جهه ثم فرصه لمكسب مالي من شراكه او من تعويض ولكن من جهه اخرى يجب الحذر من اي شراكه ماليه جديده يعني اذا انت على وضع شراكه معين ممكن تنال بعض المكاسب الماليه او الديون او القروض او المساعدات خلال هذا النهار ولكن دير بالك انك تدخل انت في موضوع العلاقه بالشراكه او تبدا عمل شراكه مع اشخاص خلال هذا اليوم ما بناسبك اطاله الخلاف والزعل مع اي شخص حاول انك انت تسارع لتقريب وجهات النظر تعمل مصالحه باستطاعتك اداره المفاوضات بشكل جيد ولبق ممكن تناقش موضوع له علاقه بارث او موضوع مالي موضوع ديون موضوع اوراق اشياء من هذا القبيل أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف البيت الأول يعني شوي في نوع بالتقلب اليوم راح يكون في المزاج عندك يعني راح تلاقي حالك بأكثر من مزاج وأكثر من صفة خلال هذا النهار فعشان هيك التقلب هذا ممكن ينعكس عليك سلبيا حاول أنك تشحن حالك بطاقة إيجابية قدر الإمكان على أساس أنه أنت تطلع من هاي الضغوطات مهما كانت الظروف وما تخلي الإكتاء... الاكتئاب او الزعل انه يسيطر عليك خلال هذا النهار اما بالنسبه للبيت الثاني فانا شايف الامور يعني شيئا ما شيئا ما في بعض الاهتمامات الماليه ولكن انا مش شايفها قويه عشان هيك بعض الاشخاص اللي عندهم اعمالهم ممكن يحصلوا على اموال واشخاص بيشتغلوا في مجال العمل الاضافي ممكن يحصلوا على اموال خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت الثالث يعني اجمالا عندك قدرة انت على التفاوض وعندك قدرة على الجدال ولكن انه برضو انت عندك نوع من انواع الحدية في الطباع والعصبية خلال هذا النهار فكيف بدك تجادل وما تعصبش؟ ما بتزبط فلا بد الا انه الجدال او النقاشات او تحتد في الامور هاي فاكيد عصبيتك رح تظهر على الساحة وممكن اشخاص هي اللي تستفزك. فحاول قدر الامكان انك تمسك اعصابك انت يعني تسيطر على حالك تركز بالاشياء والاوراق والامور اللي بين ايديك ايش اللي بدك تنجزه ايش اللي بدك تعمله وممكن مش اي شخص يجي على مزاجك خلال هذا النهار فعشان هيك هذا الشيء يسبب لك نوع من انواع الحدية. اما بالنسبة للبيت الرابع يعني البيت الرابع باخذ نوع من انواع الاهتمامات المنزلية او نوع من أنواع التركيز المنزلي ممكن الاهتمام بمسائل معينة بيتية بالعائلة بأفراد من العائلة اجتماع لقاء ودي تصليحات أو ترتيبات كل هاي الأمور بتكون بشكل جيد. أما بالنسبة للبيت الخامس فأنا شايف إنه في نوع من أنواع الحساسية أثناء التعامل مع الحبيب. إما أنه هو بيستفزك أو أنه هو بتصرف تصرف بيكون مش مناسب فبسبب لك نوع من أنواع الحدية وممكن أنه أنت برضو نفسية أو المزاج اللي موجود عندك مش متقبل أنه حد يصير يشكي لك ويعطيك طاقة سلبية فممكن تحتد من هذا الموضوع أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف الأمور جيدة على مستوى البيت السادس ممكن اليوم تنجز بعض الأعمال المهمة وممكن يكون عندك اهتمام ببعض الأوراق أو الملفات أو دراسة موضوع أو مشروع معين أو الاهتمام بإنجاز بعض الملفات في منكم ممكن يرتب لعمل الفترة القادمة أهم شيء أنه الوضع الصحي في الفترة هاي أو القلق الصحي بيكون خفيف على مواليد برج السرطان اما بالنسبة لبيتك السابع بيت الشراكة فبدك تدير بالك من بعض ال... يعني سوء التفاهم او الحدية او الزعل وتكبر الزعل ما بينك وبين الشريك حاول انك تسيطر على حالك شوي هيك وبتلاقي الامور بتمشي بالاتجاه الصحيح صحيح الجو روتيني ولكن انه بعطي في اجواء معينة نوع من انواع المشاحنات اما بالنسبة للبيت الثامن فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت التاسع إجمالا يعني التواصل مع أشخاص خارج البلاد رح يكون محصور على أشخاص معينين ممكن تواصل سريع أو إجراءات سريعة أو يعني أشياء من هذا القبيل ولكن أنه ممكن تهتموا بأمور العلاقة بالدراسة أو الاهتمام بامتحانات أو الاطلاع على مشروع أو فكرة أو التراسل مع أشخاص خارج البلاد لأجل عمل او لاجل سفر مستقبلي وفي منكم ممكن يهتم بأوراق قانونيه او مسائل قانونيه وفي اشخاص راح يهتموا ببعض المسائل السياسيه او الاشياء اللي لها علاقه بالفلسفه والدين وامور من هذا القبيل اما بالنسبه لبيتك العاشر يعني اجمالا الامر جيد وبدعمك على مستوى انجاز بعض الاعمال او الامور اللي انك تنجزها وفي منكو ممكن يهتم في امور لتدعيم شخصيته وسمعته اما بالنسبة للبيت 11 فانا شايف انه علاقتك مع الاصدقاء اليوم ممكن ينالها نوع من انواع التوتر او الحدية او الامتعاض من تصرف صاح صديق لك كيف ردة فعله او كيف استقبل اتصالك او ممكن كلمة او اسلوب او انه سرب سر او اشياء من هذا النوع فممكن انت تحتد من ردة او يكون عندك ردة فعل عنيفة حاول انك تمسك اعصابك بدون انفعالات اما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب امن بالفترة هاي او بنحكي روتيني مش امن كثير يعني حاول انك انت تنجز بعض الاعمال او اعمالك الضرورية حاول انك تأخذ قسط كافي من الراحة من وقت لاخر حاول تهتم بصحتك بشكل كبير وخصوصا اللي عندهم تحسس او اللي عندهم الام بالصدر هدول بدهم يهتموا بحالهم يعني بشكل جيد خلال الفترة هاي برج الاسد طبعا القمر ما زال موجود في الدلو مقابلك بشكل مباشر فعشان هيك الحدية موجودة أو الطاقة الضعيفة بتسيطر على أغلب مواليد برج الأسد خلال هذا اليوم في منكو برغب في تدعيم شراكته أو يعمل نوع من أنواع المصالحة أو المقاربة يوم مناسب للقيام بعمل بتطلب تعاون من طرف آخر أهم شيء أنك ما تنفعل وحاول الإضاءة على الإيجابيات ما بينفعك التوتر ولا الجدال عالج كل التطورات بموضوعية وأعصاب بارده ما تتسرع اليوم في اتخاذ القرارات أما بالنسبة للبيت الأول يعني اليوم صحيح الطاقة ضعيفة شوي عندك ولكن أنه برضو ردات فعلك فيها نوع من أنواع العصبية حاول أنك تمسك حالك من الحدية والعصبية وحاول أنك أنت تعدل مزاجك بشحن حالك بطاقة إيجابية الوضع بالمقابل لما بتكون القمر مقابلك مباشرة بتكون طاقتك ضعيفه هذا إشي طبيعي بالفتره هاي إيه كمان يومين بتحرك القمر للحوت بخفف شوي وبس يوصل للحمل بعطيك طاقه اكبر وقدره اكبر اما بالنسبه للبيت الثاني فانا شايف انه الامور تقريبا الامور الماليه هي ارقيتك بشكل كبير الفتره هاي في نوع من انواع الضغط بلشت الامور تتازم بشكل واضح متطلبات عليك كثيره صرت تفكر في اشياء لا أبعد من يوم واثنين وثلاثه واسبوع التزامات كثيره متطلبات كثيره نفقات كثيره كلها هاي نوع من انواع الضغط حاول قدر الامكان انك ترتبها او تحمل الفتره هاي لفتره لقدام لا تتحسن الظروف او الامور بشكل ايجابي اهم شيء انه قلل من مصاريفك اما بالنسبه للبيت الثالث فانا شايف اليوم عندك قدره عاليه جدا على النقاش على التواصل ممكن تتواصل مع اشخاص كثير خلال هذا النهار وممكن يكون في ايجابيات كبيره موجوده على الساحه وممكن تحقق اشياء انت ما كنت تتوقعها خلال هذا النهار اليوم سرعه بديهتك عاليه زي ما حكينا ممكن تهتم بامور الها علاقه بالحركه او بالاتصالات او بامور الها علاقه بالمواصلات او حتى بالرياضه ممكن وممكن اليوم تدرس موضوع او تناقش موضوع مهم اما بالنسبه للبيت الرابع يعني على مستوى البيت الامر روتيني تماما يعني بعطيك شويه ايجابيه ولكن مش هالقيمه الكبيره اللي موجوده فعشان هيك انت بتتعامل بشكل روتيني، يعني بتقعد بشكل روتيني، بتتعامل مع الموجودين بشكل روتيني، مش روح المرح الكبيرة ولا هي روح النكد الكبيرة، يعني بتحاول انك تكون روتيني ولكن ممكن انه حد يستفزك، حاول انك تمسك اعصابك بس يعني وخلي الامور تمشي بروتينيتها بدون ما تنفعل ولا تعصب. أما بالنسبة للبيت الخامس فالأمور الحظ انساه تماما في اليوم هذا. ما تحاول تجرب حظوظك نهائيا ممكن يصير بعض الاتصالات او التواصل مع الحبيب ممكن اليوم يعني يكون في يعني زي تواصل مميز احنا بنحكيه ايجابيته عاليه ممكن يصير في نوع من انواع التقارب او التصالح ولكن على مستوى الشراكه يعني انا بشوف للمتزوجين اكثر من العزبية أما بالنسبة لبيتك السادس يعني اليوم تقدر بعض الأعمال أنك تنجزها ممكن أنك أنت تختصر على العمل الروتيني أو الأشياء المهمة اللي أنت بتنجزها باستمرار ولكن أي شيء جديد ممكن أنت ما تخوض فيه وما تحاول أنك تخوض فيه ولا تبادر لأي لا عملية بتطلب جهد منك ولكن بدكم تحاولوا يعني الوضع الصحي جيد إجمالاً ولكن بعضكم بحس ببعض الاشياء اللي بتتطلب منه انه ينتبه لصحته اما بالنسبه للبيت السابع فكما ذكرنا في بدايه التوقعات اما بالنسبه للبيت الثامن فانا شايف انه شوي الامور يعني شبه جيده ولكن انه شوي بدها كيف بدنا نحكي لك اياها عاد بطريقه منمقه هي برضه لها علاقه بالمصاريف عشان هيك ممكن انه اليوم تكون قارع باب لمساعدة او طالب من اشخاص مساعدة معينة فيجيك الرد بالرفض واذا انت ناوي تعمل هذا الشيء فما بنصحك خلال هذا اليوم انك تعمل هذا الشيء لما اقول انه البيت الثامن ايجابي ممكن تستغل ايجابيته اما بالنسبة للبيت التاسع فانا شايفه قوي جدا خلال هذا النهار بالاتصالات والتواصل مع اشخاص خارج البلاد وممكن الاهتمام بقضايا بتهمهم او ممكن حل مشاكل لهم او ممكن حتى بداية معرفة او علاقة في اشخاص خارج البلاد في منكم ممكن يهتم بالدراسة او ببحث او بنقاش او اشياء لها علاقة بالدين بالفلسفة بال بالغيبيات بلغة جديدة ممكن او الاهتمام باوراق قانونية او المراسلة لامر قانوني او اشياء من هذا القبيل اما بالنسبة لبيتك العاشر بيت السمعة بقول لك دير بالك من المجازفات والمغامرات والمخالفات و و الى ما لا نهاية ما في داعي انك تغامر باي شيء في هاي في هذا النهار حاول قدر الامكان انك انت تتعامل ب آه زي ما بقولوها بحذر يعني اي شيء بشوه سمعتك حاول انك ما تقرب عليه اما بالنسبه لبيتك 11 فانا شايف انه بيتك 11 ممكن يفتح لك بعض الاتصالات او بعض الصداقات او التواصل مع اصدقاء معينين ممكن هذا الاشي يدعمك بشكل ايجابي او ممكن يدعم الاشخاص هذول بشكل ايجابي اما انت بتساعدهم او هم بيساعدوك يعني الامر مهم وامر كبير وامر مفتوح على مصراعيه تستغله بكل الحالات مع الاصدقاء او المعارف اما بالنسبه لبيت متاعبك فبيت متاعبك شويه ممكن يجيب لك بعض الاشياء اللي لها علاقه بالتعب الصحي او الارهاق او قصور بالطاقه او بتحس حالك مش نشيط نوع من الكسل حاول انك تشحن حالك بطاقه ايجابيه حاول انك ما تحسم قرار بالفتره هاي يعني حاول انه تخلي نوع من انواع المرونه في العلاقات ولكن الاهم من هذا كله حاول تراقب غذائك تاخذ قسط كافي من الراحه في نفس اللحظه ما ترهق حالك كثير وتجنب الانفعالات والعصبيه برج العذراء ابدأ العمل بالتراكم لديكم تدريجيا لأنه طبعا القمر موجود في مكان اللي هو بيتك السادس بيت العمل والصحة فعشان هيك أكيد بده يتراكم عندك العمل خلال هذا اليوم يعني في أشياء كثيرة بتكون مطلوبة منك ممكن أنت ما تنجز منها إشي أو ممكن إشي بسيط اللي هو المهم أنك تنجزه عشان هيك بنقول لك انجز اللي بتقدر عليه او اللي بوسعك دون المبالغه في انجاز كل شيء، بدك تنتبه لغذائك وراحتك ما تسمح للواجبات بانها تتراكم عندك او تترافق مع بعض بدك تكون اكثر تنظيم وبدك تحسن اداره الوقت اهم شيء تجنب اثاره العداوات واهمال وضعك الصحي بدك تاخذ قسط كافي من الراحه وبدك تهدى وبدك تكون عند حسن الظن خلال هذا النهار لانه العصبية عندك راح تكون باوجها. اما بالنسبة للبيت الاول فبما انه الضغط اجى من مقابلك لانه الكواكب تقريبا القمر موجود مقابلك في البيت السادس يعني ضايل السابع والثامن فهي مراحل احنا قلنا مقابلة. فبما انه الان القمر دخل في مرات مراحل المقابلة معناته الضغط راح يكون كثير موجود عليك. عشان هيك بتلاقي انه طاقتك ضعيفة ما عندك رغبة في انجاز اشياء بتقلب مزاجك على اكثر من وجه خلال هذا النهار في نوع من انواع الحدية ممكن تظهر على طباعك ممكن مش منك انت ممكن اشخاص حواليك هم اللي يستفزوك اما بالنسبة للبيت الثاني يعني بنشوف الامور في نشاط على الامور المالية او افكار مالية او البحث عن سبل نجاة مالية أو التحرك بالاتجاه هذا ولكن أنه ما رح يكون بال... بالقوة الكاملة للكل يعني بتلاقي أشخاص معينين ممكن اللي يستفيدوا من هذا الأمر وخاصة الأشخاص اللي على رأس عملهم أو اللي بيقدروا يطلعوا من البيت أهم شيء أنه زي ما بنحكيها دائما قللوا من المصاريف اللي ما إلها داعي أما بالنسبة للبيت الثالث انا بشوف على مستوى البيت الثالث شوي اليوم انت الحدية والعصبية ظاهرة على الساحة صحيح انه عندك قدرة على النقاش وعلى على الجدال وعلى انك توصل الفكرة والمعلومة وسرعة بديها عالية وقدرة على التنقلات والحركة كل هذا ما في اي مشاكل عندك القدرة هاي. ولكن حدية المزاج هاي اللي موجودة عندك بسبب استفزاز اشخاص بسببك انت لانه انت ما عندك القدره على انك تتمالك اعصابك كل هاي ممكن تكون ظاهره اليوم اما بالنسبه للبيت الرابع فانا شايف انه البيت الرابع على مستوى البيت يعني الامور شيئا ما جيده في نوع من انواع التوازن داخل البيت او انت مسيطر داخل البيت بعض الاهتمامات البسيطه المطلوبه منك اللي هي التقارب أكثر مع أهل البيت ممكن إنجاز أعمال منزلية ممكن مشتريات أو تسوق أو اهتمام بجمعة أو لقاء عائلي أو الاهتمام بأحد أفراد العائلة أما بالنسبة للبيت الخامس فهنا بنقول لك دير بالك ما زالت الأمور ضاغطة على المستوى العاطفي فعشان هيك ممكن يكون في حدية بالطباع مع الأحبة أو عصبية أو ممكن تصرف منهم يخليك تحتد زيادة حاول تمسك أعصابك هيك وما تحتد وما تنفعل وما تندفع أما بالنسبة للبيت السادس كما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت السابع فهو روتيني تماما مع الشريك تتعامل بروتينية رغم أنه أنا شايف فيه حدية ولكن أنه أنا بقول روتيني ما بدنا نقول فيه مشاكل <applause> رغم انها واضح انه في مشاكل ولكن انا شايفها للروتيني اكثر. اما بالنسبه للبيت الثامن لا انا شايف انه الامور على مستوى البيت الثامن راح تحتد معك في ساعات الظهر لغايه المساء. ممكن مطالبات ماليه او التزامات او مصاريف زياده. اما بالنسبه للبيت التاسع فانا شايف الامور يعني شيئا ما فيها نوع من انواع الضغط حاول قدر الامكان انك ما تخالف القوانين ولا الاوراق القانونيه ما تحاول انك تلتف على القانون ما تحاول انك انت تهمل اذا كان عندك امتحان او كان عندك دراسه لا تعتمد على الحظ نهائيا في هذا اليوم بدك تعتمد على جهدك الشخصي اما بالنسبه لبيتك العاشر بيت السمعه فما في أي شيء ممكن يسبب لك أي مشاكل على مستوى السمعة بالعكس أنت مسيطر على الأمور بشكل جيد وبتقدر تحمي سمعتك وتحافظ عليها بشكل واضح أما بالنسبة لبيتك 11 يعني البيت الـ 11 شوي بي يعني بيجيب لك نوع من أنواع العصبية أو الحدية ممكن تكون مع أحد الأصحاب أو أحد المعارف أو أحد من علاقاتك العامة يتصرف تصرف مثلا ما يعجبك فهذا الاشي يخليك تحتد وتعصب او تكون لك ردة فعل عنيفة خلال هذا النهار حاول تمسك اعصابك ما في داعي للحدية ولا العصبية كل الامور بتمشي اذا انت هيك سهلتها ما تخلي حدا يستفزك اما بالنسبة لبيت متاعبك فانا شايف انه الامور يعني شيئا ما فيها نوع من انواع التعب الصحي لبعض بعض العذراء بعض الارهاقات اللي بياخذوا ادويه امراض مزمنه بدهم ينتبهوا وما يقصروا ما ينسوا ادويتهم يراقبوا غذائهم ياخذوا قسط كافي من الراحه وفي نفس اللحظه ان شعروا بشيء مش اعتيادي يحاولوا انهم يستشيروا طبيبهم برج الميزان طبعا القمر بما انه موجود في البيت الخامس لكم فهاي الفترة تعتبر إيجابية على أغلب مواليد برج الميزان. بتشتد رغبتكم في التقرب من أحبائكم وقضاء وقت ممتع معهم. فترة بتكون مثمرة وإيجابية. بتستعيد إشراقتك وممكن تسحر الكثير بحضورك الباهر. الجو مناسب لتلبية الدعوات باستطاعتك المبادرة. الظروف ملائمة للمغازلة وللمصالحة ولتكرار المحاولة. يعني تقريبا اليوم هذا إيجابي. وبدعمك بشكل قوي جدا فعشان هيك بتقدر تستغله بامور المصالحه والتقارب والتواصل مع الحبيب بالنسبه للبيت الاول اليوم انت مشحون بطاقه اكثر من الايام الماضيه ثقتك بنفسك عاليه سرعه بديهتك برضه بتكون عاليه عندك نشاط لانجاز كثير من المهام او الـ الـ الاتصالات او الاعمال ممكن تهتم بأمورك بشكل تجميلي أو إشي له علاقة بالترتيب أو اللبس أو هاي الأمور يعني بكون في حيوية كاملة موجودة عندك. بالنسبة للبيت الثاني الأمور المالية يعني وضع روتيني ما بدنا نحكي سيء ولكن وضع روتيني. التزاماتك ودفعاتك تحصيلاتك بتكون بوضع روتيني على حسب وضعك انت تقريبا انت اللي بتحكم هاي الامور اما بالنسبة للبيت الثالث البيت الثالث بدعمك بشكل قوي اليوم عندك سرعة بديهة عالية وقدرة على النقاش على تحليل الامور على المفاوضات على مراجعه مواضيع قديمه كل الامور هاي اليوم عندك قدره عليها علي في منكم ممكن يهتم بامور دراسيه او بحثيه او بدراسه لامتحان او شيء من هذا القبيل اما بالنسبه للبيت الرابع على مستوى البيت ممكن يكون في نوع من انواع الانزعاج من تصرف معين او من موقف معين لبعض الاشخاص ممكن يكون احد الابناء ممكن يكون احد افراد العائله ولكن اهم شيء انك انت ما تخلي هاي الاشياء انها تسيطر عليك بشكل سلبي، بالعكس ممكن تكون مهام، ممكن التزامات كثيره بيتيه، يعني على حسب وضعك الاجتماعي بتكون هاي الامور، المهم انه البيت الرابع في نوع من انواع الحدية. اما بالنسبة للبيت الخامس فكما ذكرنا في بداية التوقعات انه جيد، الامور جيدة، في عندك قدرة عالية جدا اليوم انك تحقق اشياء ممتازة. طبعا إلا بعض الأشخاص اللي هم تقريبا العشرية الثالثة ممكن ممكن بعضهم يشعر بنوع من أنواع الضغط أو نوع من أنواع الحدية في الطباع أو يصير في سوء تفاهم ما بينه وبين الحبيب طبعا ليش لأنه أساسا زاوية التربيع اللي ما بين الميزان والجدي والكواكب اللي موجودة كلها متواجدة في أواخر الجدي كلها هاي بتضغط على الميزان خصوصا في الحظ وفي العاطفة هاي مش يوم ولا اثنين هاي لها فترة طويلة يعني من بداية السنة الضغط وجاي على هاي الأمور فعاطفيا دائما هو مجروح مأذي في أذية بتعرض لها في البيت الخامس وطبعا هذا الإشي أنا ذكرته في توقعات العام يعني في توقعات السنة كاملة لبرج الميزان ونسب عليه حتى يوم عن متشائم ومش عارف إيش ومن هالحكي هذا أما بالنسبة للبيت السادس فالبيت السادس يعني إجمالا بدنا نحكي في نوع من أنواع الاهتمام ببعض الأعمال ما رح يكون بكل الأعمال بس أنه أنت المهم أنك أنت بتنجز الأعمال المطلوبة منك والمفروضة عليك في بعض الاهتمام للمسائل الصحية أو مراقبة الوضع الصحي أو الاهتمام الصحي خلال هذا النهار في ممكن يكون في أشياء لها علاقة ببرنامج غذائي او الها بالتغذية او يعني اشياء شبيهة بهذا الامر اما بالنسبة للبيت السابع فهو بدعمك على مستوى الشراكة فاليوم بيعمل نوع من انواع التواصل مع الشريك صحيح انه الامور فيها نوع من انواع الحدية ولكن انه برضو مش الاغلبية مش الكل فبتقدر اليوم تنجز كثير من المهام ما بينك وبين الشريك او التواصل مع الشريك أو التلاقي على مسألة معينة يصير فيها نوع من أنواع التقارب أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن شوي بيعمل نوع من أنواع الالتزامات أو مطالعة أوراق أو ديون أو حسابات أو بقلقك وضع مالي معين أما بالنسبة للبيت التاسع البيت, السا... البيت التاسع جيد بدعمك على مستوى الاتصالات او الشغف او الحنين للاتصال اما ببلدك الام او باشخاص خارج البلاد او الاهتمام ببعض المسائل العلميه او الدراسيه او البحثيه او اهتمام بلغه او ثقافه او الاهتمام باشخاص في 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 مجال تعليمي او في مؤسسات تعليميه اما بالنسبه للبيت العاشر يعني بيت السمعه شوي بدك تحافظ على سمعتك خلال هذا النهار ما في داعي انك انت تتهور او ترتكب اي اشياء ممكن تكون فيها سلبيه هي مش ضاغطه كثير ولكن انه برضه بنحب نحذر من هاي النقطه الاشخاص اللي على راس عملهم واللي بيعملوا مع شركات كبيره ممكن اليوم يكون في عندهم انجاز لبعض الاعمال من خلال التعاون اما مع زملائهم او رؤسائهم بالعمل او مع مسؤولين اما بالنسبه لبيتك 11 بيتك 11 شوي بيكون في نوع من انواع يعني الغضب الحديه الزعل العتب من صديق من معرفة بسبب سوء تفاهم بسبب تصرف غلط بسبب تدخله في حياتك بتكلم عليك بيستغيبك بنم عليك ممكن هاي الأشياء تظهر اليوم على الساحة ما تعيرها انتباه وما تخليها تكون كبيرة أما بالنسبة للبيت المتاعب يعني بيت المتاعب آمن خلال هذا النهار ما بيأثر عليك بشكل سلبي فعشان هيك ممكن اليوم أنت تكون آمن بهاي النقطة انجز الاشي الضروري تقدر تنجزه خلال هذا النهار وبرضه في نفس اللحظة ممكن اليوم تهتم بشؤونك الصحية أكثر وممكن يكون في عندك حتى فترات من الراحة أو القيلولة خلال هذا النهار وممكن حتى تتفاجأ بخبر ممكن يسعدك خلال هذا اليوم مرج العقرب تحتل الأمور البيتية والعائلية القسط الأكبر من تفكيركم بتجدوا تعاون من أفراد العائلة ممكن تضطر للاهتمام بتصليحات منزلية أو غيرها أهم شيء أنك ما تفقد الاتزان وثقة خصوصا بالأحبة ممكن تقلق بشأن صحي لأحد افراد العائله او ربما مساله شخصيه او مصاريف اضافيه يعني اليوم كل التركيز راح يكون على البيت اجمالا او على امور بتهم البيت اشياء لها علاقه في افراد العائله ممكن اشتياق حنين لبعضكم ممكن الامور اللي احنا ذكرناها اما بالنسبه للبيت الاول يعني اليوم شخصيتك متقلبه حاسس انه انت مضغوط التزامات كثيره، انشغالات كثيره، تشتت ذهني موجود عندك عالي، نوع من انواع العصبيه او الحديه في الطباع، كل هاي ممكن تكون ظاهره على الساحه، اما بالنسبه لبيتك الثاني يعني شوي بخفف الامور، صحيح انه في ضغط مالي وفي امور مارقيتك ماليا وفي مصاريف ولكن عندك القدرة على ترتيبها أو تجاوز الضغط هذا أهم شيء تقليل المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف أنه لا العصبية في ناس رح تستفزك هذا النهار وممكن تعصب أنت بسبب سوء تفاهم أو كلمة أو ممكن ردات فعل أثناء نقاش أو ممكن واحد يعلق بكلمة فتحتد وتعصب حاول قدر الإمكان أنك ما تغامر وممكن انك الاشخاص اللي بيطلعوا من البيت على الطرقات يعني بدهم ينتبهوا اثناء القياده ما في داعي للمغامره والمخاطره. اما بالنسبه للبيت الرابع يعني البيت الرابع اجمالا بنقدر نحكي انه مثل ما ذكرناه في بدايه التوقعات. بالنسبه للبيت الخامس ما زالت الامور حاده شوي على مستوى التعامل مع الحبيب اما سوء تفاهم او انه هو مش متفهم لمشاعرك وعواطفك. او هو الشاعر معك يعني بتحس انه في نوع من انواع التقلب بالعلاقه ما بينك وبينه هو يوم وبعدين ان شاء الله القمر بصل للبيت الخامس بيحسن هاي الامور بيعطيك طاقه اكبر وبيحسن الاجواء وبيعمل نوع من انواع المصالحه والمقاربه اما بالنسبه للبيت السادس يعني الاعمال اليوم بتكون كثيره مرهقه مربكه في منها ممكن يكون مربك حاول انك تنجز الضروري والمهم حاول انك ما تأرق حالك كثير حاول يعني برضو تمسك اعصابك واهم شيء انك تهتم بوضعك الصحي وتهتم بمفاصلك وشد العضل والاشياء اللي من هذا القبيل اللي لها علاقه بالتوتر العصبي اما بالنسبه للبيت السابع فانا شايفه روتيني ما في اي شيء لا ايجابي ولا سلبي في التعامل مع الشريك أما بالنسبة للبيت الثامن فأنا شايفه برضو بيعمل نوع من أنواع الحدية على المسائل المالية ممكن تنشغل بأوراق أو ملفات أو أشياء حسابي أو مواضيع حسابية بدها شوية أنك أنت تركز فيها بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك التاسع بيتك التاسع بدعمك بقوة خلال هذا النهار على مستوى الاتصالات الخارجية واتصالات مع أشخاص خارج البلاد وممكن تسمع أو بعضكم يسمع خبر يعني يا إيجابي يا سلبي ولكن في خبر في منكم ممكن يهتم بأوراق قانونية أو يهتم بمسائل اللي لها علاقة ببعض المسائل القانونية أو الأشياء اللي إلها علاقة ب لا يعني حلول لأشياء معينة وفي منكم راح يهتم إما بلغة أو بثقافة أو بالأفلام أو بمسلسل معين أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف البيت العاشر يعني إجمالا على مستوى بيت السمعة نحكي جيد خلاص بديش أحكي إشي مش هذا حافظ أهم شيء على سمعتك إنجز أعمالك اليوم بشكل جيد حتى لو استعنت بصديق أو بزميل بالعمل أو حتى لو برئيسك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 يعني مع الأصدقاء شوي بكون في نوع من أنواع الحدية أو ردات الفعل أو العتب ولكن بتمشي الأمور على خير أما بالنسبة لبيت المتاعب فما في أي شيء ضاغط عليك خلال هذا النهار ولكن أنه برضو حاول أنك تأخذ قسط كافي من الراحة وراقب تغذيتك وحاول أنك أنت تنجز الأعمال الضرورية ما تخليها تتراكم عليك برج القوس طبعا القمر موجود في البيت الثالث ما زال لاخر يوم موجود عشان هيك حاولوا اليوم تستغلوا اي شيء عندكم بمخططاتكم حابين تنجزوه اليوم حاولوا تنجزوه القمر مكانه بساعدكم بكره بس ينتقل للحوت بصير الوضع اصعب عليكم يعني بصير اهتماماتكم في البيت اكثر ممكن تنضغطوا ما تقدروا تنجزوا من اعمالكم ولكن اليوم تكثر عندكم الاتصالات كمان تنقلات ومنكم ممكن يخرج لانجاز بعض الاعمال بيكون عندكم تعامل مع اخ او مع جار ممكن تتمتع بسرعه بديهه وخاطر اليوم باستطاعتك مناقشه الامور الصعبه وطرح افكار جديده بتحصل على فرصه جديده لتفسير مشاعرك وتبرير مواقفك بتنشط بالتنقلات والاتصالات اما بالنسبة للبيت الاول فانا شايف انه اليوم مزاجك احسن عندك يعني طاقة عالية جدا وعندك ثقة بالنفس عالية جدا اليوم حيويتك برضه ممتازة حاول انك بس انك انت تستغل هذا النهار زي ما حكينا في بداية التوقعات بانجاز اعمالك اما بالنسبة للبيت الثاني فهو روتيني ما فيه لا شيء لا ايجابي ولا سلبي فعشان هيك ما راح يكون في أشياء لها علاقة بوضع بالوضع المالي إلا على حسب وضعك الاجتماعي أما بالنسبة لبيتك الثالث فكما ذكرنا في بداية التوقعات بالنسبة للبيت الرابع يعني بتتعامل على مستوى البيت بشكل روتيني ما حابب أنت تضغط حالك ولا حابب تقدم أشياء كثيرة يعني الواجب اللي عليك بتعمله وبتحاول أنك أنت هيك تتحاشى أو تتجنب المواجهة أو الدخول بمواجهات أو أشياء ممكن انها تسبب لك نوع من انواع الارباك. اما بالنسبه للبيت الخامس فانا شايف البيت الخامس يعني في نوع من انواع الدعم للتلاطف او للتقارب ما بينك وبين الحبيب خلال هذا النهار بدعمك بشكل ايجابي ممكن يكون في نوع من انواع المصالحه او فتح بعض المواضيع للتقارب ما بينك وبين الحبيب. اما بالنسبه للبيت السادس يعني شوي ممكن يراكم عندك بعض الأعمال أو تقصر في إنجاز بعض الأعمال يعني بكون في نوع من أنواع الحدية في الطباع خصوصا يعني كيف اللي بنرفز ما بده ينجز أعماله ما بده يسوي خلص بعدين تأجيل الشغلات هاي كلها اليوم ممكن تكون واضحة أو ظاهرة على الساحة عندك حاول قدر الإمكان أنك أنت تشحن حالك بطاقة إيجابية وتنجز الأشياء المهمة اما بالنسبة للبيت السابع فهو جيد على مستوى الشراكة وبيعمل نوع من انواع التقارب او المصالحة او ممكن التلاقي على نقطة معينة او التفاهم بكون واضح عند الاغلب عند الاغلب من مواليد برج القوس يعني في اشخاص ممكن يصير في نوع من انواع سوء التفاهم او الحدية ما بينهم وبين الشركاء خلال هذا اليوم ولكن الاغلب في نوع من انواع المصالحة والاجواء جيدة اما بالنسبة للبيت الثامن فانا شايف البيت الثامن برضه مؤرق بأرقك على المستوى المالي او على مستوى الديون او القروض او المطالبات الماليه او بعضكم ممكن يفقد اشياء خلال هذا النهار اما بالنسبه للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات والمواصلات والتنقلات وفي منكم اليوم بتمتع بسرعه خاطر عاليه جدا بنجح في امتحانات او دراسه او تواصل مع اشخاص خارج البلاد او ممكن يجي خبر من الخارج او اهتمامات لها علاقه بامور رياضيه امور لها علاقه بالطيران بالسفر اهتمام مش سفر عشان ما حدش يقول لي مسكره وكورونا وقاعدين بالدور ما في حدا طالع ولا جاي واحنا ن... <applause> وان شاء الله الامور بتكون جيدة عليكم خلال هذا النهار اما بالنسبة للبيت العاشر فحاولوا قدر الامكان انه يعني ما بدي اقول لكم تشوهوا سمعتكم بس ما في داعي للمجازفات ولا للمغامرات خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك 11 فهو بدعمك على مستوى العلاقات او الاصدقاء فممكن يكون في نوع من انواع التقارب ما بينك وبين صديق ممكن تحلوا مسألة معينة أو تلجأ لبعض الأصدقاء لمساعدتك في مسألة معينة بتكون الأمور إيجابية وجيدة وممكن تسمع خبر برضو جيد أما بالنسبة لبيت المتاعب فهو بدي أقول لك يعني بدك تدير بالك حاول أنك أنت ما تتهور كثير وما تعصب كثير وما تنفعل كثير وما تغامر بتهور خلال هذا النهار وأثناء حركتك بدك تنتبه يعني من الجروح أو الإصابات برج الجدي تم فرصة لمكسب مالي من عمل إضافي مع هيك بدكم تحذروا من أي خطوة مالية جديدة لا سيما شراء حاجية ثمينة ممكن تعالج استحقاق مالي أهم أنك ما تتسرع بتوظيف الأموال دقق بالتفاصيل بتطمئن خواطرك نوعا ما وبتتحسن المعنويات بشكل ملحوظ يعني شوي وممكن يكون في نوع من أنواع التفاؤل أو تفائل ليش نوع من التفاؤل يعني تفائل أيوة هيك ممتاز شوف آه هيك تفائلت ممتاز برضو هيك أما بالنسبة للبيت الأول يعني هذا البيت الثاني إحنا كنا نحكي عنه البيت الأول يعني بعطيك الشخصية اليوم أحسن بتحس بثقة عالية أكثر موجودة عندك في عندك نوع من أنواع الشجاعة ثقة بالنفس كلها هاي الأمور اليوم بتكون موجودة بقوة عندك ولكن أهم إشي ما تكسرها وتخربها بلحظة عصبية أو لحظة عناد أما بالنسبة للبيت الثاني فكما ذكرنا أما بالنسبة للبيت الثالث يعني في حب للحركة والتنقلات ولكن أنه اليوم ممكن ترغب للأجواء البيتية أكثر ممكن ترغب أنت للراحة أكثر بتنجز الأشياء الضرورية ممكن اتصالات اهتمامك بالاتصالات اهتمامك بأشخاص آآ مناقشة آآ جدال آآ طوشة هاي أشياء كلها ممكن أنت اليوم تهتم فيها ولكن وأنت قاعد في البيت ما عندك الرغبة الكبيرة للخروج أنت اليوم يعني ممكن يجي على بالك بدك تطلع عشان إشي مهم بتروح بتجيبه وبترجع للبيت لأنك بدك ترتاح أو بدك تقعد في البيت أما بالنسبة للبيت الرابع يعني بيت البيت هذا الأمر اللي أنا ربطت الثالث مع الرابع لأنه الواضح أنه أنت اليوم يعني البيتوتي أكثر رح تكون صحيح انه بدعمك في امور ايجابيه ممكن يخلي عندك فرص للبيت او اهتمام بشؤون عقاريه او ممكن انه يجيب لك بعض المسائل التقاربيه في البيت او بين افراد العائله اليوم ولكن انه انت برضو عندك هاي القابليه اليوم اما بالنسبه للبيت الخامس فاليوم بدك تدير بالك من الحديه بالطباع اثناء التعامل مع الحبيب فممكن تعصب أو تحتد أو تزعل لتصرفه أو إهماله أو تقصيره أو أفكار بتصير تيجي في راسك مرة شمال مرة يمين شو بيعمل وين راح حب مين خان مين هاي أشياء كلها ممكن اليوم كلها تتقلب في راسك حاول إنك ما تخلي الوسواس يسيطر عليك أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف البيت السادس إجمالا يعني بتقدر تنجز كثير من الأعمال المطلوبة منك وممكن تهتم بشؤون صحية أو أمر صحي أو أدوية أما بالنسبة للبيت السابع يعني شوي على أمور الشراكة برضو أمر روتيني ما بدنا نحكي سلبي أمر روتيني رغم أنه في سلبية واضحة ما بينك وبين الشريك ولكن أنه الأمور خلينا نحكيها روتينية أحسن بدناش نحكي يعني نحكي كل واحد على حسب طبيعته لانه في اشخاص راح يكون عندهم بيت الشراكه جيد وفي اشخاص راح يكون عندهم بيت الشراكه فيه مشاكل فعشان هيك بنحكي روتيني على حسب طبيعتكم بصير معكم اما بالنسبه للبيت الثامن فانا شايف البيت الثامن اجمالا اليوم يعني في نوع من انواع الضغوط يعني بتفكر في المسائل الماليه كثير رقيتك الاوراق والحسابات و... وبعض المستجدات اللي بتظهر على الساحه بالخصوص او بخصوص المال عشان هيك اليوم بدك تحاول انت ترتب الاوراق بشكل جيد وفي نفس اللحظه تحسب حساباتك بشكل جيد عشان ما يصير اي شيء يعني نوع من انواع المطالبات بوقت مش مناسب اما بالنسبه للبيت التاسع يعني يعني بنحكي جيد على مستوى أوراق قانونية، اتصالات، آه، على مستوى أشخاص خارج البلاد، على مستوى دراسة، امتحانات، كلها هاي جيدة، بتدعمك بشكل جيد خلال هذا النهار، الطاقة عندك كبيرة لهذه الأمور، للتواصل والاتصالات والتنقلات عالية، وخصوصا الاتصالات الخارجية، أو مع مؤسسات تعليمية، أو قانونية، اما بالنسبة للبيت العاشر فشايف الامور يعني مسيطر عليها بالنسبة للسمعة ما ما في اي خوف بالعكس انت بتثبت من سمعتك وبتدعم من حالك خلال هذا النهار اما بالنسبة لبيتك 11 فشايف الامور ممكن شوي يكون فيها نوع من انواع العتب او العتاب على بعض الاصدقاء لتصرفهم او او يعني موقف معين او سوء تفاهم اما بالنسبة لبيت المتاعب فبيت المتاعب بدعبك برضو بقوة اليوم فعشان هيك الأمور بتكون إيجابية ما في أي شيء سلبي أهم شيء أنك أنت تتغذى مزبوط وترتاح مزبوط وإذا في عندك أي شيء أنت بحاجته خلال هذا النهار إنجزه ولكن بدون ما ترهق حالك برج الدلو طبعا القمر موجود عندكم عشان هيك أنتو اليوم شخصيتكم غير مشحونين بطاقة عالية جدا عندكم نشاط برضو بوسعكم المبادرة بخطوة جديدة بالداعم من مركزكم الاجتماعي انفراج وتقدم الموس بعد مراوحة وركود عليك التحلي بحكمة وواقعية للأمور تشتد عزيمتك وترتفع المعنويات وبتستعيد سيطرتك وممكن تحقق إنجاز أو نجاح باهر خلال هذا النهار أما بالنسبة للبيت الثاني فلا الأمور المالية ما زالت الأمور فيها نوع من أنواع الضغط لسا ما تحركت المسائل المالية أو ما صار في أي نشاط عليها فكل واحد بتعامل على حسب وضعه المالي وعلى حسب طبيعة شغله وعلى حسب مهنته فعشان هيك حاولوا قدر الإمكان بس أنكم تقللوا من المصاريف أما بالنسبة للبيت الثالث يعني البيت الثالث بعزز شوي القوة عندكم لعملية الاتصالات والتواصل ولكن ما في داعي للتهور والمغامرة خلال هذا النهار في منكم ممكن يهتم بمناقشة أو نقاش في مسألة معينة ولكن بغلب عليكم نوع من أنواع الحدية والعصبية في الطباع أما بالنسبة للبيت الرابع فهو بضغط على مسائل لها علاقة بالبيت توتر عائلي، مسألة عائلية، التزامات، اشياء من هذا القبيل ممكن اليوم تكون ظاهرة على الساحة، فعشان هيك حاول انك انت شو ما كانت هاي الالتزامات تحاول انك تنجزها وما تخليها تتراكم عليك. أما بالنسبة للبيت الخامس فالبيت الخامس يعني شوي بيعمل في نوع من أنواع الإيجابية مع الحبيب، أو التواصل أو التلاقي يعني جيدة بتدعمك خلال هذا النهار ولكن في منكم أشخاص راح يكون في عندهم حدية بالطبع لسه ما زالت موجودة ومأثرة عليهم وخصوصا أول مواليد أول يومين من الدلو هدول لسه الأمور محتدة عندهم بسبب تواجد زحل فعشان هيك هدول ممكن تكون عندهم حدية وعصبية أكثر من غيرهم أما بالنسبة للبيت السادس فأنا شايف أنه الأمور على مستوى البيت السادس جيدة برضو بتقدر تنجز بعض الأعمال رغم أنه في هذا التسكير اللي موجود العام يعني أذى كثير من مواليد برج الدلو لأنه مش كل الدلو بيشتغلوا بأعمال حرة كلهم بيشتغلوا يا موظفين يا قطاع خاص اللي هم محلات وبقالات وتصليح وأجهزة وأشياء من هذا القبيل فعشان هيك كلهم تقريبا متأذين في التسكير هذا أو أغلبهم يعني بنسبة 95% من الدلو هاي, هاي أعمالهم فعشان هيك هم أكثر ناس مضغوطين على المستوى العملي أهم شيء تديروا بالكم على صحتكم أما بالنسبة للبيت السابع فأنا شايف البيت السابع شوي ممكن يعمل نوع من أنواع التقارب أو المصالحة ما بينك وبين الشريك خلال هذا النهار. أما بالنسبة للبيت الثامن يعني برضه نفس الشيء الضغوط المالية بتظهر برضه في البيت الثامن فعشان هيك الوضع المالي مأرق كثير خلال هذا النهار. أما بالنسبة للبيت التاسع فهو جيد على مستوى الاتصالات الخارجية والتواصل مع أشخاص خارج البلاد. أو حتى مراسلة أو إيميلات أو حتى على وسائل التواصل الاجتماعي. أما بالنسبة لبيتك العاشر فبدك تدير بالك من تشويه سمعتك ما في داعي للمجازفة أو المغامرة خلال هذا النهار بالعكس بدك تسيطر على الأمور بشكل جيد أما بالنسبة لبيتك 11 بيتك 11 يعني بدعمك بشكل جيد بعلاقاتك وأصدقائك وممكن هم يساعدوا يساعدوك او يوقفوا بجانبك ببعض المسائل خلال هذا اليوم اما بالنسبة لبيت المتاعب فهو تقريبا نحكي انه ضاغط لانه كل الكواكب تقريبا موجودة و في الجدي هذا بيغلب على تأثيرات القمر بالنسبة لبيت المتاعب فعشان هيك وضعك الصحي بدك تنتبه له تغذيتك راحتك انجز الاعمال الضروريه فقط لا غير وحاول انك انت تاخذ قسط كافي من الراحه لانه شوي انت راح تكون يعني مضغوط من بيت المتاعب ومن تواجد زحل في اول خمسه تاثيره راح يكون على اول سبع ايام من مواليد برج الدلو اول يومين هم اللي بيكونوا ضغط كبير والباقي الخمس ايام هذول بيكون إلهم يعني بحسوا بالتأثيرات من وجود زحل برج الحوت طبعا ما زال القمر موجود في بيت متاعبكم لليوم الثالث فعشان هيك ثلاث ايام هدول يعني يعتبر من اسوأ ثلاث ايام بيضغطوك خلال هذا الشهر انت يعني هدول شطب كل اشي كويس صار خلال الشهر <applause> فعشان هيك بكون الضغط كبير موجود عليكم في الايام هاي هو يوم يعني ضايل هذا اليوم وخلص القمر بنتقل لعندكم ببلش يشحنكم بطاقة ايجابية لدرجة انه انتو بتعوضوا كل هاي الضغوطات حاولوا تنظيم اموركم المحافظة على صبركم المعهود صبركم المعهود اثناء تصريف اموركم التعامل مع الغير ممكن تتدمر من تأخير أو سوء تفاهم أو التباس حاذر من بدء بدء أي جديد ما تسمح للقلق إنه يسيطر عليك أو يمنعك من العمل أو من النشاط نظم أمورك وضاعف جهودك ماشي خلينا نشوف تلتزم في هاي الأشياء ولا لا والله يا يعني عارفك تعمل دائما بحكي عن الإشي بتروح تعمل عكسه آه طيب أما بالنسبة للبيت الأول فأنا شايف أنه البيت الأول أه بضغط بما أنه بيت المتاعب الضغط الأكبر اللي موجود عليه فالبيت الأول برضو عندك برضو بضغطك صحيح أنه في عندك قدرة على شحن حالك بطاقة أنت ولكن برضو لا اليوم بتكون الأمور أكثر أو زي الأمس بدناش نحكي أكثر عشان ما حدا يتوهم الأمور ويكبر الأمور أما بالنسبة لبيتك الثاني بيتك الثاني برضو الأمور المالية ضاغطة فعشان هيك متوتر من مصاريف أو دفعات أو استحقاقات أو من الوضع العام بضغطك بشكل سلبي خلال هذا النهار حاول قدر الإمكان أنك أنت ما تنفجر وتنفعل في المصاريف لزيادة أو بالإشي اللي مش ضروري أما بالنسبة للبيت الثالث فأنا شايف بيت الثلاث يعني شوي روتيني هو على طبيعتكم ولكن انه بساعدك برضو انك انت تبدي وجهة نظرك او انك انت تتناقش بهدوء مع الاشخاص او توصل الفكرة اللي عندك بدون انفعال وبدون عصبية في منكم ممكن يهتم باتصالات كثيرة او اشياء لها علاقة بالحركة او النشاط او الرياضة حتى اما بالنسبة للبيت الرابع فانا شايف البيت الرابع يعني شوي بيعمل لك نوع من أنواع التوتر أو الخوف أو القلق على مستوى البيت بيعمل نوع من أنواع الحدية ممكن أعطال اهتمامات منزلية سوء تفاهم مشتريات يعني التزام كامل على وضع البيت بيعمل لك نوع من أنواع الضغط يعني حاس حالك أنك أنت مخنوق بدك تطلع من البيت بأي طريقة يعني بدك اي شيء يغير لك الجو هاد ولكن للاسف الشديد انه راح يكون ضغط كبير وراح يستمر معك ايام يعني مش انه بس اليوم هذا لحاله اما بالنسبه للبيت الخامس يعني برضو الامور ضاغطه على مستوى الحبيب في انه سوء تفاهم او انه مش قادر يتعاون معك او انه هو مش معطيك حقك يعني ما في في تقصير بالالتزام اتجاهك مش شاعر فيك ولا شاعر بوضعك ضغط برضو هذا بسبب نوع من أنواع الانفجار أهم إشي أنك أنت ما تعصب عليه وما تنفجر فجأة في بردة الفعل أما بالنسبة للبيت السادس فبرضو أمور العمل فهذا الضغط كله بسوي تقصير بالعمل وفلكيا فيه فما بتقدر تنجز كثير من أعمالك اليوم حتى أو ما إلك نفس بإنجاز الأعمال فبتركز على الأشياء الضرورية أهم شيء أنك تظلك مراقب وضعك الصحي بشكل جيد وخصوصا اللي عندهم أمراض مزمنة بدهم ينتبهوا بشكل كبير أما بالنسبة لبيتك السابع فهو روتيني تماما ما في أي شيء لا إيجابي ولا سلبي فكل واحد بيتعامل على حسب طبيعة العلاقة أو على طبيعة الزوج أما بالنسبة للبيت الثامن فالبيت الثامن برضه بضغط على الوضع المالي شوي بيعمل نوع من أنواع المطالبات أو بتحس أنه الأبواب أغلقت في وجهك للتفريج المالي أو المساعدات المالية حاول ما تيأس كل يوم وبصل القمر لعندك بعدين بتلاقي الامور ان شاء الله انها تحركت باتجاه انه بتصير الرؤيه فيها واضحه اكثر. اما بالنسبه للبيت التاسع فشايف البيت التاسع انا قوي اليوم على الاتصالات الخارجيه او التواصل مع اشخاص خارج البلاد او الاهتمام باوراق قانونيه او مسائل قانونيه حتى ممكن الاهتمام باشياء لها علاقه باشخاص عندهم حنين او رغبه للعوده لبلادهم. ممكن التواصل او الاتصال بمؤسسات تعليمية او تقديم امتحانات او اشياء من هذا القبيل في منكم راح يهتم بامور العلاقة بالروحانيات او بالرومانسية او بالاشياء اللي لها علاقة بالعواطف هيك بده يفرغ عواطف حتى لو اكشن بس يكون في عواطف حتى لو فلسفي يكون في عواطف اهم شيء العواطف أما بالنسبة للبيت العاشر فأنا شايف البيت العاشر إجمالا برضو بدعمك بشكل جيد اليوم على مستوى السمعة تقدر تنجز بعض الأعمال بمساعدة بعض الأشخاص اللي أنت بتعرفهم يعني ممكن يساعدوك في مسألة معينة أو ينجزوا عمل عنك أو حتى ممكن أنه زملائك بالعمل أو رؤسائك بالعمل أما بالنسبة لبيتك 11 علاقاتك وأصدقائك يعني تقريبا بكفي انهم بتكشفوا كلهم قاعدين قدامك وصرت عارفهم ومحافظهم وعارف كل واحد شو بده و... وهيك رامي طوبتهم بمعنى اخر مش سائل عنهم فالاتصالات بتصير بس مع اشخاص معينين وتواصل من اشياء معينين وممكن بعض الاشخاص يتصلوا فيك لمصلحه برضو اما بالنسبه لبيت المتاعب، بيت المتاعب برضه روتيني يعني بنقول لك انجز الاعمال الضروريه حاول انك بس الاعمال الضروريه حاول انك تاخذ قسط كافي من الراحه لانه ما بدك ما لازم ترهق حالك خلال هذا النهار بما انه القمر لسه موجود في بيت المتاعب حاول تراقب اغذيتك وصحتك يعني اذا انت من الاشخاص اللي عندهم امراض مزمنه بدك انت تهتم بادويتك واذا شعرت باي شيء راجع طبيبك هيك منكون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله أعلم يا رضا الله ورضا الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء